اكيد طبعا مباراة الدوري دايما بتبقى صعبه، مباراه الدوري دايما بيبقى جيم النفس الطويل، مباراه كبيره كل الفرق مستعده بشكل كويس جدا السنه دي، فاكيد طبعا يكون دوري صعب جدا، بس ان شاء الله ان احنا مستعدين لها بشكل كويس ونقدر نخش بكل قوه ان شاء الله وننافس على البطوله لحد اخر نفس باذن الله. يمكن بطولة الدوري خلاص على الأبواب، أسبوع وتنطلق، عندكم مواجهات قوية، أول مواجهة نادي الزمالك شايفها إزاي بشكل عام؟ أكيد طبعا مباراة نادي الزمالك مباراة صعبة على الرغم من الظروف الصعبة اللي بيمر نادي الزمالك من إيقاف القيد وفي لجنة مؤقتة دلوقتي وشغالين في الانتخابات، أكيد ظروف صعبة بيمر نادي الزمالك، لكن يظل نادي الزمالك طبعا نادي كبير وبطولات كبيرة وعنده لعيبة مزاد جيدة قادرة إن هي تنافس على البطولات بشكل كويس، أكيد مباراة تكون صعبة لكن احنا إن شاء الله مستعدين لها بشكل كويس جدا وإن شاء الله نقدر ندخل المباراة وتبقى بداية لينا موفقة بإذن الله إن شاء الله. يمكن نادي بيراميدز الموسم القادم عنده طموح واهداف كبيره عايز يحققها، بتتكلموا ازاي يا كابتن في مع الجهاز الفني، بيتكلموا مع بعض ازاي، بتتكلموا ازاي مع اللعيب عشان تهيئهم بشكل كويس للموسم القادم؟ اكيد طبعا يمكن داخلين الموسم ده بطموحات كبيره جدا، عندنا لعيبه كويسه جدا، يمكن اللعيبه اللي احنا جبناها جداد برضو كويسين، لعيبه كبيره، لعيبه دوليه سواء المحترفين او اللعيبه المصريين، لعيبه على قدر كبير جدا من الاحترافيه وعلى ومن امكانياتهم عاليه جدا، اكيد طموحنا كبير جدا، طموح الاداره ان احنا يمكن الموسم اللي فات ادينا بشكل كويس وادينا ان احنا ناخد تاني الدوري وتاهلنا لاول مره بطوله افريقيا، لكن طموحنا الموسم ده ان احنا ان شاء الله ننافس على بطوله الدوري لحد اخر نفس، نوصل بقى لابعد نقطه، وعندنا بطوله افريقيا برضو هنحاول ان احنا نادي بيها بشكل قوي جدا وان احنا ان شاء الله ننافس على كل البطولات السنه دي، النادي بيلعب على بطوله السنه دي يمكن بقاله 3 سنين أو 4 سنين بيعمل إحلال وتجديد في الفريق لحد ما وصل لتيم دلوقتي، أعتقد إن هو قادر إن هو سكواد كبير ومحترم، عندنا في كل مركز 2-3 لعيبة يلعبوا مستريح يعني، فأعتقد إن إحنا إن شاء الله يعني نتمنى إن شاء الله إن إحنا نكون توفيق حليفنا السنة دي وإن إحنا نقدر نحقق أول بطولة في تاريخ النادي بإذن الله. يمكن بطولة أفريقيا بقى لها طابع خاص، يمكن بيراميدز بيشارك في بطولة أفريقيا الموسم الحالي أو الموسم لا ينطلق، عندكم مواجهة مهمة، حضرتوا إزاي المواجهة؟ أكيد طبعا يمكن أول مباراة أول موسم لبيراميدز إن هو شارك في بطولة دوري الأبطال، يمكن شاركنا قبل كده الموسمين الثلاثة اللي فاتوا في الكونفدرالية وأول موسم السنة دي إن شاء الله يكون في دوري الأبطال، عندنا مباراة صعبة ضد الجيش الرواندي في دور الـ 32، أول مباراة تكون إن شاء الله يوم الأحد اللي جاي، إن شاء الله بنجهز لنا بشكل كويس جدا، مسافرين بكرة إن شاء الله رواندا نلعب المباراة، أكيد المباراة تكون صعبة جدا، طبعا البدايات دايما بتكون صعبة خصوصا إن أنت ما بدأتش الموسم عندك فلسه حسيت المباراة فورمة الماتشات لسه اللعيبه ما خدتهاش بشكل كبير جدا ويمكن ده باين على اداء المنتخب الفتره اللي فاتت، اتمنى ان شاء الله ان احنا نقدر ناخد اللي احنا عايزينه من المباراتين يعني مباراه اللي في رواندا والمباراه هنا اللي في القاهره باذن الله ونقدر نتاهل لدوري المجموعات ان شاء الله. اكيد مواجهه انت بتلعب الزمالك فرقه كبيره وفريق محترم وفريق كبير ومواجهه قويه طبعا مليون في الميه، لكن الحاجه الكويسه فيها ان احنا يعني الزمالك يمكن قيد موقوف عنده واحنا عارفين كل الناس اللي عنده مع مدرب عنده فلسفه، ماتش قوي جاي في البدايه، الميزه اللي فيه اللي هيخليك تستعد بشكل مختلف انك لما تلعب اول ماتش مع فريق زي الزمالك بيخليك الاستعدادات بتاخد شكل فيه جديه اكتر وهتدخل في المنافسه من بدري. يعني كان عندكم اهداف وطموحات عايزين تحققوها الموسم القادم، دعمتوا بلعيبه، شايف يعني او بتتكلموا ازاي مع اللعيبه كابتن خلال الفتره القادمه عشان تهيئوهم من اجل تحقيق البطولات ومن اجل تحقيق الاهداف اللي انتوا عايزينها؟ لا واحنا من غير ما نقول الكلام ده، انت مش محتاج تقول اهدافك ايه، اللعيبه عارفه كل حاجه وعندنا لعيبه حافظنا عليها من السنه اللي فاتت، عندنا قوام محترم جدا، عملنا اضافات السنه دي في المراكز اللي احنا محتاجينها، ان شاء الله يبقوا اضافات قويه لينا، فاحنا اهدافنا واضحه ان احنا ان شاء الله ربنا يكرمنا نلعب على كل البطولات وننافس على كل البطولات اللي احنا فيها وهيبقى توفيق ربنا يعني، بس اللي انا واثق منه ان احنا هنعمل اقصى حاجه عندنا كلنا يعني سواء لعيبه جهاز اداره هنعمل اقصى حاجه عندنا وهنشتغل وهنحاول نحقق هدفنا ويبقى بقى توفيق ربنا ان شاء الله. اول سنه لنادي بيراميدز يشارك في دوري ابطال افريقيا، عندكم اول مواجهه الجيش الرواندي، جهزتوا المواجهه ازاي؟ احنا عملنا معسكر شايف ان هو ناجح جدا في تركيا، يعني الحمد لله يعني كله ايجابياته كتير للمعسكر ده،
ورجعنا خلاص بنتمرن في القاهره بقالنا يومين ثلاثه ومسافرين بكره. ماتش قوي ودايما بدايتك عشان تبعت رسائل للناس ان انت موجود وبشكل قوي ومنافس قوي بيبان من البدايات، وده اول ماتش لينا ان شاء الله نعمل حاجه كويسه ونعمل نتيجه محترمه ان شاء الله. بدايات عامه في البطولات بتبقى صعبه، البدايه وانت دي بطوله اول مره تلعب فيها وماتش بره ارضنا، فاكيد الماتش صعب، بس في الاخر الحمد لله عندنا الفرقه اللي ان شاء الله يعني نقدر نعدي الماتش باذن الله. صعبه طبعا، صعبه طبعا، وهتبدا بماتش كبير زي ماتش نادي الزمالك، ف مش هتفرق برضو كتير ان انت في الاخر انت عايز تكسب الماتشات كلها. بنحاول زي ما بقول لك احنا بنحاول نعمل احسن حاجه ان احنا نوفر افضل عناصر للفرقه، داخلين على بطولات قويه، فربنا بس يكرمنا ان شاء الله ويكتب لنا التوفيق. اللعيبه كلها دلوقتي لعيبه بتلعب منتخبات ولعيبه بقى عندها وعي وعارفه اهميه الموسم ده بالذات، بعد يعني ان احنا هنلعب في دوري الابطال وفي دوري برضو بطوله كبيره ونفسها طويل، وهيبقى محتاج مننا طبعا مجهود. موسم هيبقى موسم قوي، اللعيبه كلها ان شاء الله تبقى مستعده، والحمد لله ده كان باين فتره الاعداد، كله مركز وكله يعني عارف ان هو داخل على موسم قوي. ان شاء الله يبقى معانا التوفيق ونقدر نحقق حاجه السنه دي كبيره باذن الله. المباراه مهمه والبدايات دي بتبقى اصعب حاجه طبعا، لسه احنا فتره اعداد وفي لعيبه كانت جايه من اجازه وفي لعيبه كانت جايه من اصابه، ف اكيد البدايات في الاول هتبقى صعبه ومحتاجه تركيز ومحتاجين ان احنا نبقى اذكياء. والمدرب طبعا معانا مدرب كبير وهو يعني محضرنا ان شاء الله بشكل كويس، ان شاء الله تبقى بدايه كويسه ان شاء الله يوم الاحد ونقدر نحقق نتيجه بره كويسه باذن الله. بيراميدز السنه دي عمل سكواد محترم جدا جدا جدا، يعني يمكن الناس كلها بتتكلم عليه ومش مستنيه منه اقل ان هو يجيب بطوله او اتنين، فده الهدفنا السنه دي ان احنا ننافس على كل البطولات اللي احنا فيها. هنبقى ند قوي قوي في كل البطولات، مش هنسيب اي بطوله بسهوله، زي ما انت شايف السكواد من احسن لعيبه في مصر، يمكن كان احسنهم يعني. فتحدي ليا طبعا بشكل خاص، محتاج اعمل موسم كويس اثبت للناس اختياري ان كنت يعني اخترت اختيار كويس، فان شاء الله اعمل موسم كويس ان شاء الله نكون من بيراميدز بواب المنتخب مصر ان شاء الله. الحمد لله احنا بقالنا داخلين على شهر تقريبا، عملنا الاول فتره في مصر وبعد كده سافرنا تركيا اسبوعين، فتره اعداد كويسه جدا، المكان كان هايل واللعيبه كلها كانت مركزه. طبعا انت عارف يعني الاهداف زي ما هي نفس اهداف السنه اللي فاتت ونفس اهداف السنه اللي قبلها، ان احنا بننافس على كل بطوله موجودين فيها. ده دلوقتي خلاص طموح النادي وده طموح الفرقه، وخلاص دلوقتي يعني احنا الاهداف دي مش بنتكلم فيها، خلاص بقت هي موجوده اوريدي في يعني في زي ما بيقولوا كده في الدي ان ايه بتاع النادي، ان احنا كده كده كل سنه بنحاول ننافس على كل بطوله نقدر ننافس عليها. يعني طبعا زي ما انت عارف لحد دلوقتي ما قدرناش نحصد حاجه يعني، لكن الصعوبه مش في ان انت بس تاخد بطوله، الصعوبه ان انت تفضل تنافس في المكان ده بالظبط، الاستمراريه. يعني احنا السنه اللي فاتت لعب اتنين فاينل كيس وفاينل سوبر، فنش تاني الدوري، فكره ان انت موجود لحد دلوقتي في المنافسه كل سنه دي لوحدها نجاح. طبعا النجاح بيتكلل زي ما انت عارف بالبطوله، وده ان شاء الله يكون هدف السنه دي باذن الله. احنا بندور على اول بطوله لينا في النادي، ما حلفناش التوفيق في فترات كتير وفي ماتشات كتير، لو كان معانا التوفيق كان الموضوع هيبقى مختلف تماما يعني، والموضوع كان هيبقى واخد شكل تاني خالص. فكلنا بنسعى ورا الهدف ده ان احنا نحقق بطوله، وانا متاكد ان مجرد ما هنحقق اول بطوله هنحقق بطولات تانية وراها، فكلنا بنسعى للهدف ده ان شاء الله، وكلنا جاهزين يعني السنة دي بالاخص، يعني غير التدعيمات اللعيبة كلها والجهاز والادارة كله بيحاول ان هو يوفر ويبذل اقصى جهد ليه عشان في الاخر ان شاء الله نحقق البطولة وكل من نصيبنا. بدأنا فترة الاعداد بشكل كويس، عملنا معسكرات زي ما انت قلت، يعني احنا هنا الموسم اللي فات بشكل كويس في مكانة كويسة، وقدرنا نوصل افريقيا بطولة افريقيا اول مرة في تاريخ بيراميدز ان هو يلعب بطولة افريقيا، وبالتالي جبنا لعيبه اسامي كبيره، اسامي عندها خبره، كلها لعيبه دوليه، ان شاء الله يكونوا اضافه لينا ونقدر نعمل حاجه كويسه ونحقق المطلوب. يعني انا شايف الفرقه كلها مركزه ويعني الانسجام حصل على طول، ما فيش وقت، ان شاء الله البدايه بتاعتنا يوم الاحد الجاي تكون بدايه موفقه الجيش الرواندي ان شاء الله، ونقدر نعمل نتيجه ايجابيه ونبعد ابعد خطوه ان شاء الله في البطوله دي باذن الله.